الحمد لله على تكرر ساعات ولقاءات واجتماعات إذا قبلت عند الحق عددناها ذخرا لصلاح ساعات البرازخ وساعات يوم القيامة، ثم لما يتلقى من ساعات جنة الله تبارك وتعالى وساعات دار كرامته من الإفضال، فإننا علمنا مما أرسل الله به الأنبياء إلينا أن أحوالنا وأوقاتنا في البرازخ والقيامة ثم بعد القيامة إلى الأبد مرتبة على ساعات في الدنيا، على أوقات في الدنيا، على لحظات في الدنيا، على أحوال في الدنيا. فهذه الدنيا القصيرة بهذه الأعمار القصيرة شؤونها كبيرة خطيرة عظيمة جليلة يترتب عليها الشان إلى الأبد، الشان إلى الأبد يترتب على الساعات التي نقضيها في الدنيا. وبتكرر هذه اللقاءات والمجالس نرجو الحق القبول فيها، فتعمر بها ساعاتنا في البرازخ، تعمر وتنور بها ساعاتنا وأحوالنا في مواقف القيامة كلها، ثم يجعل الله مآلنا جنته، ويجعل الله مصيرنا جنته، ويجعل الله سبحانه وتعالى عاقبتنا جنته، فيتم علينا النعمة، وفي الجنة نجني ثمار هذه الساعات وثمار هذه الأوقات واللقاءات والأعمال والتوصيات. ومن بعث في بواطننا ومن همم ووجهات إلى العلي الأكرم سبحانه وتعالى، وما قذف فيها من محبة له جل جلاله ومن أجله محبة أكرم من يحب من أجله رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والعباد الصالحين وجميع المؤمنين قربة إلى الحق تعالى، علامة الإيمان به، علامة صدق الإيمان به، علامة الولاء له جل جلاله، علامة التنزه عن القواطع التي تقطع عنه سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. انظروا إلى شأن هذه الساعات التي جمعتنا واجتمعنا فيها، وما نحمل فيها من أمانة، وما نمد فيها من إدراك مهمة الحياة وواجبنا فيها، ومن واجب أن لا نغتر ولا نخدع بمختلف القواطع والدعوات التي تبث لنا وتبث علينا من يمين ومن شمال وأمام وخلف، كلها تحت عنوان من قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأدرك أن لله تعالى اختيارات في من يحب، ولم يقل ولا تجدهم شاكرين، لا تجد أكثرهم شاكرين وتجد منهم شاكرين، كما قال له سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فها نحن نعيش ونقضي أوقاتنا في هذه الحياة إما ممن أخرجهم عن دائرة الشكر والعياذ بالله، فوقعوا في الأكثر الأخسر، الأكثر الأخسر ولا تجد أكثرهم شاكرين، وإما أن نعانى ونؤيد عليه ونخرج من قبضته ونقوم في محارب الشكر لله تبارك وتعالى، فندخل في دائرة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فاجعلنا يا ربي وأحبابنا هؤلاء ومن قد حضر معنا ومن يحضر معنا ومن يسمعنا من عبادك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. يا عظيم السلطان رد عنا كيد الشيطان، يا عظيم السلطان رد عنا كيد النفس الأمارة، يا عظيم السلطان رد عنا كيد الهوى، يا عظيم السلطان رد عنا كيد شياطين الإنس والجن، يا عظيم السلطان رد عنا كيد الدنيا وغرورها، واجعلنا ممن استجاب وأجاب ونبى النداء من عندك فأحييته الحياة الكريمة التي بها تعمر حياة البرزخ والقيامة وحياة الأبد. واجعلنا اللهم جميعا ممن يؤولون إلى دار الكرامة، لا تعرضنا للخزي يوم القيامة ولا للنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة وقودها الناس والحجارة،
فلا تعرض اللهم أجسادنا، ولا تعرض اللهم أرواحنا، ولا تعرض اللهم ذواتنا لعذاب النار، ولا لغضبك ولا لسخطك يا كريم يا غفار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا 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 بمحمد الصادق خير الخلائق ودعوته وما جاب عن الله. أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أيها الأحباب، من صمم القلوب عن سماع نداءات محمد صلى الله عليه وسلم استجابت لدواعي إبليس وجنده، فحصل الذي ترونه بين عباد الله تعالى، خصوصا المسلمين فيما بينهم البين، في هذا القطر وذاك القطر وذاك القطر، بمجرد تحريك فتيل التحريش يحصل التهبيش والتغبيش، ويتجيش الناس تجيش وراء هذه التحريشات ووراء إغراء بعضهم ببعض، ويبقى أرباب الأطماع في الدنيا محل التنفيذ والإدارة التنفيذية لخطة إبليس الملعون، الذي لما يئس من أن نعبد غير الله من كل مصل لله تعالى طمع في التحريش بيننا، كف الله شره عنا. وهناكم الأقضية جارية بما جرت به الأقدار من حضرة الجبار القهار الغفار سبحانه وتعالى، ولكن أرباب الأنوار في مختلف الأطوار على صدق مع هذا الإله الغفار جل جلاله يحسنون الإئتمار لما أمر به، والانتهاء والانزجار عما نهى عنه جل جلاله وتعالى في علاه. لا تضرهم أنواع الفتن ولا غشيان المحن في سر أو في علن لصدقهم مع عالم السر والعلن جل جلاله، وتنورهم بأنوار النبي المؤتمن وما بعث به عن الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فثبتوا الأقدام على حسن الائتمام بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأحيوا سننه وأخلاقه، واخرجوا من ورطات الانطلاق على غير بينة وراء دعوات الشقاق ودعوات الاختلاف على غير بصيرة، وتبصروا فلا يضع أحدكم قدمه إلا حيث يرى رضوان ربه ومعه بينة من ربه فيما يقوله وفيما يفعله. فالمحاسبات قائمة على النظرات وعلى الأقوال وعلى حركات الناس، وكل ما ينطلقون فيه أو يقبلون عليه. فانظروا أين تضعون أقدامكم، وانظروا أين يتبين لكم النور الخالص الواضح الذي يقصد به الحق تبارك وتعالى ويراد به الحق، لتنهضوا معه نصرة للحق، نصرة لرسول الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتعاليا على دنايا الإرادات الساقطة والدعوات الهابطة من كل من يغرينا ويغوينا بشيء من هذا المتاع الفاني. وانظروا منة الله تبارك وتعالى عليكم في قيام هذه الشؤون وظهورها بينكم في هذه الأوقات، ليحيي الله بها قلوب من شاء
وليربط بها سبحانه وتعالى حبال من شاء بحقائق القرب منه والدنو من حضرته والفهم عنه والمعرفة به، لينتظموا في صفوف النصرة الصادقة الخالصة للحق ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويتحملون في سبيل ذلك كل ما عرض لهم أو قدروا عليه أو تمكنوا منه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. اللهم ألحقنا بهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهؤلاء المقتدون بمن قبلهم الذين يشهدون سبقهم وفضلهم سبقونا بالإيمان يقومون بواجب الاقتداء والاهتداء والنصرة، فإن شؤون الصدق مع الله والطاعة لله والجهاد في سبيل الله بأنواعها ومراتبها قائمة لا يبطلها جور جائر ولا عدل عادل حتى يأتي آخر الزمان وحتى تهب الريح التي تخطف كل من في قلبه من مثقال ذرة من إيمان تخطف روحه فلا يبقى إلا الأشرار. وقبل ذلك فأنواع الطاعات قائم شأنها مرفوعة أعلامها لمن يستبصر ولمن يتبين، فاجعلوا لكم النصيب الوافي من سر الصلة بالوحي المنزل تدبرا وتفهما وتذكرا واتباعا واقتداء واهتداء، روحوا بأرواحكم لا تهجروا كلام ربكم، واجعلوا لكم نصيب من الغوص على معانيه والصدق في العمل بما فيه، وارتبطوا بذكر الرحمن في العشية والغدو، فإن أعظم المؤمنين أجرا في كل خير أكثرهم لله ذكرا، أعظمهم أجرا في الإصلاح بين الناس أكثرهم ذكرا، أعظمهم أجرا في تربية الأولاد أكثرهم لله ذكرا، أعظمهم أجرا في الجهاد في سبيل الله أكثرهم لله ذكرا، أعظمهم أجرا في الصدقات والبذل أكثرهم لله ذكرا. فارتبطوا بذكر الله واملأوا قلوبكم بذكر الله وارتقوا في مراتب الذكر للحق سبحانه وتعالى بالقلب واللسان ووراءها معان ووراءها مراتب، يفوز بها الذاكر من سر ذكر الرحمن لهم، فإنه إذا ذكر عبده سبحانه وتعالى بما هو أهله لا تسأل ماذا ينازل هذا العبد، ماذا ينال هذا العبد، ماذا يحصل هذا العبد، ماذا يفتح على هذا العبد، ماذا يذوق هذا العبد، ماذا يدرك هذا العبد، ماذا تشاهد بصيرة هذا العبد، إذا ذكره الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه بذكر الرحمة وبذكر المحبة وبذكر اللطف. وقوموا مع هذا القرآن وهذا الذكر للرحمن بمواصلة الاستزادة من العلوم النافعات ونشر أحكام الله سبحانه وتعالى في البريات، ثم حسن تحكمكم في أجهزتكم وفي ما يجري لكم من الأوقات والساعات، ولا تبطلوا ساعات كتب لأحدكم بها أنسا في الآخرة فيبطلها بعمل من الأعمال يأتي من بعد ذلك فيتحول الأنس إلى وحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى، فإن أنس القبور من هذه المنازل ومن هذه الأعمال وبهذه الوجهات، وأنس يوم البعث والنشور كذلك، وبئست الندامة ندامت يوم القيامة، الله لا يعرض أحدا منا لندامة. واعلموا أن خير الله في الأمة مبتث وكامن وحاصل وممتد ويظهر من وقت إلى وقت كما يشاء الحق تبارك وتعالى،
وأن الله سبحانه منجز وعده رسله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام جل جلاله وتعالى في علاه، ومواعيده للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم محققة قائمة من غير شك ومن غير ما جدل، ولكن بعز عزيز أو ذل ذليل، والله يعزنا بطاعته ويعزنا بنصرته هذا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنتم بين يدي الرحمن في هذا الختام لهذه الفعاليات المعينة، وإن كنا في أعمارنا نستقبل، فإذا فرغت فانصب عملا بعد عمل وإقبال بعد إقبال. في إخواننا الذين سيرحلون ويذهبون والذين سيقيمون ويواصلون دروسهم، الكل تبدأ عندهم صفحات الرغب إلى الحق جل جلاله، واستثمار ما كان في ماضي الأوقات لما يتجدد من الأوقات، وإعداد ذلك عمارة للأوقات الكبيرة. الأوقات الكبيرة تبدأ من لحظة الغرغرة، من لحظة الغرر، هذه الأوقات الكبيرة الخطيرة، لكن عمارتها وصلاحها من خلال هذه الأوقات، ومن خلال هذه الوجهات والنيات معنا في هذه الشؤون. فالحمد لله الذي جمعنا على دعوة الأمين المامون صلى الله عليه وسلم، والله يجعلنا من خواص أنصاره ظاهرا وباطنا. بين يدي هذا الرحمن نتوجه جميعا إليه، ونجدد توبتنا فيما بيننا وبينه من جميع ما يعلم، فإن لنا ذنوب نعلمها، ولنا بالغفلات وبالإهمال ذنوب متسجل عيننا ما نعلمها، ما ننتبه منها، ما نلتفت إليها، ولكن إذا رأى منا صدق الوجه إليه والندم محا ما علمنا وما لم نعلم جل جلاله، وسامح فيما علمنا وفيما لم نعلم. فنستغفر الله باستغفاراته كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، بما استغفره به سيدنا المصطفى والأنبياء والمرسلون والعباد الصالحون والصديقون والمقربون وجميع المؤمنين المؤمنات، وبما أحاط به علم الله من الاستغفارات، ما علمنا منها وما لم نعلم، لجميع ذنوبنا ومعايبنا وسيئاتنا ما علمنا منها وما لم نعلم، فعمها اللهم بمغفرة من عندك يا غفار يا غفار يا غفار. لنا فيك رجاء فلا خيبت رجاءنا، وتوجهنا إليك بالدعاء فلا رددت دعاءنا، اشمل ذنوبنا وذنوبهم وذنوب من يسمعنا بمغفرة شاملة ربانية رحمانية لا تغادر حوبا ولا ذنبا ولا سيئة ولا خطيئة، يا غافر الخطايا، يا كاشف الرزايا، يا متجاوز عن الذنوب، يا بر يا تواب، يا حي يا قيوم، يا الله. بعد الجمع أورثنا جمعية قلوب عليك لا تفارقنا طرفة عين، نرقى في مراقيها ونسقى من سواقيها يا الله، حتى تكتب الجمع بمن كتبت لهم الجمع في الحياة، وتكتب الجمع لجميعنا بعد الوفاة يا الله. ومن فقدناهم انتقلوا من هذه الدار إلى دار إلى دار الاستثمار لما كان منهم في هذه الدار نظرة من عندك لهم يا رحمن، تجعلهم فيها في الأنس والسرور وفي البهجة والحبور، في برازخهم وأدخل عليهم روحا منك وسلاما منا، واعف عنا وعنهم واغفر لنا ولهم، وزدنا من فضلك ما أنت أهله يا الله. وما آتيت أحدا من أهل مجامعنا هذه من أولهم إلى آخرهم في مجلس مضى أو في مجلسنا من نية صالحة وجهة صادقة فاحفظها عليه يا حافظ الودايع، استودعنا كذلك وضاعفها لهم وثبتهم عليها حتى يلقوك موفين بالعهود قائمين بما تحب في الغيب والشهود، يا بر يا ودود يا الله.
ونستودعك جميع ما آتيتنا وآتيتهم وأعطيتنا وأعطيتهم من إيمان أو إخلاص أو وجهة أو صدق أو إنابة أو خشية أو رحمة أو منة أو مغفرة أو إقبال أو توجه أو تنبه أو صفاء فكر أو صدق وجهة أو أدب معك أو رابطة بنبيك. فاحفظ علينا كل ما آتيتنا من الخير، فإن الخير خيرك ولا خير إلا خيرك، وكله من عندك، فلا تسلبنا نعمة ولا تنزع عنا منحة ولا تفقدنا يا مولانا عطية وفضيلة تفضلت بها علينا يا متفضل. أدم النعم وادفع النقم وعامل بمحض الجود والكرم يا علي يا أكرم يا الله. وما كتبت بين أهل القلوب الصافيات من التآخي فيك، فانظر إلى قلوبنا واجعلها متآخية فيك، متحابة فيك، مربوطة برباط البر والتقوى. أثنيت على قوم في بني إسرائيل قد مضوا وقلت وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا. اللهم أنت ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونك إلها، لن ندعو من دونك إلها. فأقر عين حبيبك بربط بين هذه القلوب أبلغ وأجل وأسمى مما ربطت به بين تلك القلوب في الأمم الماضية. يا حي يا قيوم يا مقلب القلوب والأبصار يا الله، يا من يحول بين المرء وقلبه، ها نحن وأحبابنا هؤلاء، ومن حضر ومن نظر ومن أبصر ومن استبصر بين يديك، والحال لا يخفى عليك. تعلقنا بحبل رجائك والطمع فيما عندك، وكان ذلك فضل منك علينا ومنة أسديتها إلينا، فلك الحمد ولك الشكر. فأتمم علينا النعمة ولا تعرضنا بعدها لانقطاع ولا لاتباع هوى ولا لزيغ مع من يزيغ من أرباب الأهوى. اللهم كن لنا في السر وفي النجوى يا الله. طرقنا باب فضلك ورجونا كريم وصلك، وتمسكنا بحبيبك وتوجهنا إليك بخاتم رسلك وأهل محبتك من عبادك الصالحين، فلا خيبت لنا رجاء في صغير منا ولا كبير. ادفع عنهم شر الشيطان والهوى والدنيا والقواطع التي تقطعهم، واجعل لهم في حياتهم وفاء بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وصدقا معك في ما يقولون وفيما يفعلون وفيما يعتقدون وفيما يتوجهون. كن لنا ولهم حافظا يا خير مستودع في الدين والدنيا والآخرة، كن لنا ولهم حافظا يا خير مستودع في الدين والدنيا والآخرة، كن لنا ولهم حافظا يا خير مستودع في الدين والدنيا والآخرة. يا ربنا وفي رحاب رجائك والوجهة إليك ننوب عمن وراءنا من أهلين وأقربين وأصحاب وجيرة وأحباب ومن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فاقبل ذلك منا وارض بذلك عنا، وجد علينا من فضلك ما أنت أهله يا رجاءنا يا أملنا يا رغبتنا يا عدتنا يا ذخيرتنا يا إلهنا يا مستندنا يا غاية رغبتنا يا حرزنا يا حصننا يا غاية مرادنا يا إلهنا يا ربنا يا خالقنا يا موجدنا يا ناظرا إلينا يا مطلعا علينا يا محيطا بنا يا لطيفا بنا يا عطوفا بنا يا رؤوفا بنا يا من يرقب خواطرنا ويرى سرائرنا ويسير أمورنا ويطلع على أحوالنا يا إلهنا يا ملجأنا يا
من جانا يا عدتنا يا من لا ملجا ولا من جالنا منه إلا إليه يا الله يا الله يا الله يا الله إن طرحنا عليك وارتمينا بين يديك فررنا إليك من أنفسنا فررنا إليك من أهوائنا فررنا إليك من أعمالنا فررنا إليك من دنيانا فررنا إليك من أحوالنا فررنا إليك من كل ما سواك إليك يا الله إليك يا رب يا عالم بذات الصدور إليك يا رب يا من لو تصير الأمور إليك يا ربنا أنت العفو الغفور يا الله يا بر يا شكور اقبل فرارنا إليك وخلصهم من الالتفات إلى ما سواك علائق سيئة اقطعها عنهم نزل قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا في قوم تحبهم ويحبونك يا الله وبقية الأعمار نعمل ويعملون فيها على محبتك الخالصة ومعرفتك الخاصة حتى نلقاك على أتم الوفاء مرتبطين بعبدك المصطفى يا عالم السر وأخفى يا الله يا من يحب الملحين في الدعاء كن لنا في كل إحجام وإمضاء والطبنا وبالأمة فيما يجري به القضاء يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم بدعوة نبيك السيد المعصوم اكشف عنا الهموم والغموم وعن أمته أجمعين وبلغنا ما نروم وفوق ما نروم يا إلهنا لن حلت بينهم روابط الإخاء فيك حتى يجتمعوا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك فاستجب يا ربنا آمين فاستجب يا ربنا آمين ثبتنا على ما تحبه منا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلى من نذهب وأين المهرب ليس لنا غيرك يا رب طرحنا أنفسنا طرحناهم بين يديك يا من أعلم بما فيهم أصلح ظاهرهم وخافيهم أصلح ظاهرهم وخافيهم أصلح ظاهرهم وخافيهم وعلف التقوى مراقيهم يا حي يا قيوم كن لهم وأهليهم وذراريهم وبنيهم وأسعدنا وإياهم بأعلى السعادة في الغيب والشهادة يا مسعد السعداء بنبيك نبي الهدى ها هنا وغدا آمين يا الله يا الله يا الله عليك توكلنا وإليك أنبنا وبين يديك تذللنا فارحمنا في عجزنا ارحمنا في ضعفنا ارحمنا في فقرنا ارحمنا في اضطرارنا ارحمنا في انكسارنا ارحمنا في ذلتنا ارحمنا في وقوفنا بين يديك يا الله يا الله وبذاتك العليا وأسمائك وكلماتك نسألك حسن الملاطفة منك بكل فرد منا ومنهم عند الوقوف بين يديك وساعة العرض عليك إذا أقيم الواحد منا في ذاك المقام المهاب الكريم الكبير ليقوم فلان بن فلان للعرض على الله فالطب بنا وبهم ولاطفنا وإياهم نسألك لتلك الساعة فطيبها لكل منا ونورها لكل منا وهيئ لنا من عجائب ألطافك ما أنت أهله يا بارئنا نربح كلنا نسمع منك خطابا يا مولانا بالرضا نسمع منك خطابا بالرحمة
فلا نطيق غير ذلك، ولا نقوى على غير ذلك، ولا نقدر على غير ذلك. فارحمنا يا ملك الممالك، ولا تجعل فينا هالك. يا الله، ساعة العرض عليك ولحظة الوقوف بين يديك، افتح لنا فيها رأفتك ورحمتك وعفوك وعافيتك ورضوانك وإحسانك وامتنانك وجودك وإفضالك وتجاوزك وتثبيتك. يا الله يا الله، أنت لنا ساعة العرض عليك. يا الله، لا تخزي منا أحدا. يا الله، لا تسود في ذاك الموقف وجه أحد منا أجمعين. يا الله يا الله، أنت العدة لساعة العرض عليك. يا الله يا الله، أنت ذخرنا ساعة الوقوف بين يديك. يا الله، لتلك الساعة نسألك، لساعة كل واحد منهم نسألك ونطلبك ونستعفيك ونستغفرك ونرتجيك. يا الله، فلا تفهم بتلك الساعة، وخاطبهم بالرافة والرحمة، وخاطب كل منا ومنهم بالعفو والرضوان. يا قديم الإحسان، يا كريم يا منان، نلح عليك ساعة وقوف كل واحد منا وممن يسمعنا وأحبابنا بين يديك، كلنا فيها بما أنت أهله، بما كنت به لخواص المحبوبين والعباد المقربين. لا نطيق الغضب، لا نقدر على السخط، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. سبحانك 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 سبحانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك بالقرآن الذي أنزلته والرسول الذي أرسلته، بأسمائك بصفاتك بذاتك العلية، ارحمهم ساعة الوقوف بين يديك. وما كان من أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا يستوجب العطب أو الغضب، فإنا نستكفيك ذلك ونلح عليك في ذلك ونسألك لذلك،
فمن لي ولذنوبي غيرك، ومن لهم ولذنوبهم سواك؟ باب من نطرق ومن نسأل؟ أنت الذي أوقفتنا ببابك، فأسألك افتح من باب الرحمة وخزائن العفو والمغفرة ما تكفر به ما كان منهم من كل موجب العطب ومن كل موجب الغضب، قولا أو فعلا أو نية أو قصدا، كان في خلاء أو في ملاء، في سر أو في علانية، ظاهرا أو باطنا، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، نلح عليك بذاتك بأسمائك بصفاتك. ادفع عنهم شر الذنوب، شر المعاصي، شر السيئات، شر الغفلات، شر الانقطاعات، شر ما كان منا ومنهم وما كسبت أيدينا، فإنا نلتجئ إليك وإنا نتذلل بين يديك وإنا ننطرح عليك. يا ربنا ما لنا غيرك، ويا إلهنا ما لنا سواك، وأنت الذي قلت لحبيبك ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله توابا رحيما. وقلت ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما. وقلت لحبيبك وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على النفس الرحمة، إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. يا غفور يا رحيم، أعوذ بك من ذنب يبقى على أحدهم فيسود بوجهه في يوم القيامة أو يفضح به يوم الطامة. يا ربي أنت وحدك لهذه الذنوب ولا يغفرها سواك. يا ربي طرحناها على بابك ولذنا بأعتابك وتوجهنا بأحبابك، فلا تبقي لنا ولهم سيئة ولا زلة ولا خطيئة ولا ذنبا ولا معصية إلا سامحتنا فيها، عفوت عنا فيها، غفرتها لنا، بدلتها إلى حسنات. يا مجيب الدعوات، أعوذ بنور وجهك أن تذل أحدا منهم ساعة العرض عليك، ساعة الوقوف بين يديك، أنت العدة لتلك الساعة. يا الله يا الله يا الله يا الله، وفقهم في باقي الأعمار للانتهاض والقيام بالواجب كما تحب وترضى في السر والإجهار. اجعلنا ممن وفى بعهدك الذي عاهدتنا عليه، وارزقنا يا مولانا قبولك لنا إذ اشتريت منا أنفسنا وأموالنا بأن لنا الجنة، فأقبل منا ذلك وثبتنا على الوفاء في خير المسالك، واجعل مآلنا الجنة وعاقبتنا الجنة، واجمعنا في الجنة وادخلنا الجنة بغير عذاب ولا حساب ولا عتاب ولا عقاب ولا فضيحة ولا خزي. يا الله يا الله يا الله يا الله، ها نحن بين يديك والحال لا يخفى عليك، سيدنا مولانا إلهنا علام أسرارنا، يا مطلعا على بواطننا ومشرفا على ضمائرنا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من هو على كل شيء قدير، يا من وسع كل شيء رحمة، ارحمنا يا أرحم الراحمين. والطب بنا وبالأمة فيما تجري به المقادير، كن لنا نعم العون والنصير في كل ما إليه نصير. يا الله وقولوا جميعا نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من جميع الذنوب
والمعاصي والآثام بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله ومن جميع ما يعلمه الله. أيها الأحباب، أيها الأصحاب، أيها الإخوان، فرتنا على الحوض حبيبه ينتظر من يصل منكم. فحسبكم من أدركتم ذلك أن لا تظلكم فتنة بعد ذلك، ولا ترجعون إلى أنفسكم ولا إلى شيء من المخالفات. على الحوض الوعد صدقنا، على الحوض الوعد توجهنا، على الحوض الوعد أقبلنا، على الحوض الوعد قبلنا، على الحوض الوعد توجهنا. عليه أكواب كنجوم السماء، ما هو أبيض من اللبن، أحلى من العسل، أطيب رائحة من المسك، أبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. معين المصطفى ترقب الوافدين على الحوض والواردين عليه من أمته وفيهم أوائل، والله يلحقنا بهم. آمين آمين آمين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، ولقد قال يوما على منبره: فإني فرتكم على الحوض، وقال لأنصاره: وإني منتظركم على الحوض، وقال وهو على المنبر: وإني لأنظر إليه الآن. صل اللهم عليه صلاة تجعلنا به من الوافدين عليه والواردين على حوضه المورود في أوائلهم. يا بر يا معبود يا صمد يا مقصود يا الله، فلا تحرمهم حسن الورود على حياض محبتك ومحبته ومودتك ومودته وسنته وطاعته والاتفاء له والاتباع له والاهتداء بهديه ونصرته بكل ما أوتوا وبكل ما ملكوا في أنفسهم وأهلهم وأولادهم. لا تسلط عليهم كافرا يلعب بهم في زي ولا في منطق ولا في عادة ولا في إرادة ولا في نية. يا الله يا الله يا الله، اجعل هوانا تبعا لما جاء بحبيبك مصطفاك، ثبتهم على ذلك حتى يطيب لنا الورود في اليوم الموعود إلى الحوض المورود. يا بر يا ودود يا الله يا الله، وعهدنا معك نجدده بيننا وبينك شاهدين شهادة الحق قائلين: لا إله إلا الله. تعظيما وإجلالا وإكبارا ومحبة وشوقا ورغبة وخوفا وخشية وإشفاقا، متذللين بين يديك: لا إله إلا الله. مقتدين بأفضل من نطق بها وأشرف من قالها وأهل حضرته، نقول لك يا ربي موفين بعهدك الذي عهدتنا عليه، سائلين منك الثبات: لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. فاقبلنا يا خير قابل، وأنلنا غايات المآمل، وادفع عنا وخلصنا من جميع الرذائل، وهب لنا منك يا مولانا حميد الفضائل، وقد توسلنا إليك بأعلى الوسائل،
ومن ختمت به الرسائل فتفضل يا متفضل بما أنت أهله في العاجل والآجل. آمين يا الله. وثبتنا على حقائق لا إله إلا الله فيما نفعل ونعتقد ونقول وننوي، واختم بها أعمارنا واجعلها آخر كلام كل واحد منا من هذه الحياة، واحشرنا في زمرة خواصها يا الله يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وتتودعون على الوفاء بالعهود وعلى المحبة في البر الودود، مصافحين بعضكم البعض، ومن معنا من الملائكة الذين يتصافحون مع المؤمنين، وتستشعرون النيابة عن المؤمنين فيما فقدوا من حقائق الإخاء والمحبة، فننوب عنهم بهذا التصافح أيضا، رجاء أن يحدث الله في القلوب أنوار ألفة وأخوة ومحبة بعد الشتات والتفرق الذي اشتغل عليه عدوه ومن دخل في ركبه. اللهم فثبتنا ولا تجعل آخر العهد منا ولا منهم ولا من هذه المجامع، وأذن بعودتنا إلى أمثالها، واجعل ذلك في عافية وفي بر وفي تقوى وفي زيادة من كل خير ومن اللطف والعطف والجود والكرم الواسع. يا بر يا واسع يا حي يا قيوم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ومن قضيت له عمرا فاجعله على أكمل السعادة وعلى أكمل الشهادة وعلى أكمل الخير وعلى أكمل المحبة وعلى أتم المودة وعلى أتم حسن الخاتمة. يا محسن الخواتيم يا بر يا كريم يا رحيم يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين، اشحن هذه القلوب بمحبتك ومحبة رسولك وأنبيائك وأوليائك والصالحين من عبادك، خصوصا أهل الكساء وآل بيت نبيك وصحابته الأكرمين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ومحبة من تحب وما تحب، ولا تجعل في قلوبنا محبة ما لا تحب ولا من لا تحب، واجعلنا يا مولانا خالصي العبودية لك حتى نحوز بحق في حق العبدية بما ينطوي فيما لك من ربوبية وعندية. يا بر يا رحمن يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.